الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا بتحتاج مننا إن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. نحن نمدد يوفق تماما أن نستلزم أي مدنية. تأخيرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. مهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزه، لان النهارده احنا بنتكلم على قطاع متحاصر. الازمه اللي موجوده ازمه كبيره جدا، ورد الفعل اللي موجود اتحسب انه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن النفس من جانب اسرائيل ويتحول الى عقاب جماعي لقطاع غزه اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني.